على المستوى الوطني نرجع للقطاع الصحة، ونذكر أنه كان فيه اتفاق يعني بعد موافقة السيد الوزير الأول أنه نقوم ب يعني لو ترانسفير تاع تو لي زيكيبمون دو سونتي، يعني كل التجهيزات العمومية المتعلقة بالقطاع الصحة، يعني كل لي زوبيتو، يعني المستشفيات تاع 60 سرير و80 سرير و120 سرير و240 سرير و400 سرير راح يتم تحويلها، وحنا في صدد تحويلها للقطاع السكن، وين يكون قطاع السكن هو القطاع اللي راح يقوم يعني الاشراف على متابعه انجاز كل هاد المشاريع. فيه اتفاق مع قطاع الصحه في هاد في هاد في هاد في هاد الشان، حكم انه قطاع السكن يعني فيه الامكانيات وفيه يعني المتخصصين اللي يقدروا يقوموا بمتابعه هاد النوع من التجهيزات، لنخليها تقوم بإنجازها إن شاء الله في أقرب وقت، وما يكونش فيه تأخر في إنجاز مشاريع على يعني المستشفيات على المستوى الوطني.